السؤال الأهم عن ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، هل هي فعلا ستعود إلى الديمقراطيين هذه المرة كما كان يحدث في السابق؟ كلا، وسوف أخبركم لماذا. في ويسكونسن وفي ميلواكي وفي نيفا سكوشيا، فإن الحكام هنالك غير محبوبين على الإطلاق. وهنالك ناخبون أكثر مما كان هنالك عددهم في 2016. The riots in Philadelphia will hand Pennsylvania to President Trump. وأيضا الأعمال للشغب التي اندلعت في بنسلفانيا سوف تسلم هذه الولايات لصالح ترامب، أو يصوتون لصالح ترامب. Yeah, the riots in Philadelphia will give Pennsylvania to Trump. The violence in Kenosha and the shutdown in Wisconsin to Trump. الإغلاقات التي حصلت في ويسكونسن، التي حصلت في نيفا سكوشيا وفي غيرها من المناطق، سوف تعطي ويسكونسن لترامب أيضا. And in Michigan, Governor Whitmore is so unpopular that a Republican Senate challenge to a Democrat. وفي وفي ميشيغان فإن الحاكم ويتمور قد فقد شعبيته بشكل كبير، لدرجة أن حتى الجمهوريين الذين كانوا يؤيدونه الآن يصرفون النظر عن ذلك. وأيضا الإغلاقات وأعمال العنف التي اندلعت في مينيسوتا قد تحول مينيسوتا إلى ولاية حمراء، يعني جمهورية. ولذا فإن ترامب سوف يحصل على أصوات أكثر من كاليفورنيا مما حصل في مما حصل عليها في الانتخابات 2016. He won't win their electoral votes, but he'll get more popular vote from those states. قد لا يفوز بالأصوات الانتخابية، ولكنه قد يفوز بعدد أكبر من أصوات الناخبين الأمريكيين. So if he's going to get more votes in California, Oregon, and Washington. وإذا كان سيحصل على أصوات أكثر في واشنطن وأوريغون، ولذلك سوف يحصل على أصوات أكثر في مينيسوتا وفي ويسكونسن أيضاً.